أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فتقبل يا كريم دعانا، احفظ به الأوطان واجمع شملنا، فالشمل مزق والهوى أعيانا. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من نغم الروح، حلقة جديدة ونغم جديد ونغم الروح. النهاردة إن شاء الله تكون حلقة مميزة جدا لحضراتكم. اسمحوا لنا في البداية نرحب بضيوفنا اللي منورنا النهاردة. معانا القارئ جمال اليماني، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ محمد. اسمحوا لنا أيضا أن نرحب بالقارئ عاطف الشواطفي، أهلا بك يا شيخ عاطف. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بألف خير. لو حابين بقى نبدأ الفقرة الجميلة ديت مع الشيخ جمال اليماني، قول لي في البداية كده بقى تحفظ القرآن الكريم وأنت كام سنة؟ أنا بإذن الله أنا اللي أصر أولا أنه يحفظ القرآن أولا ثم الفضل الأول ثم الأول والدتي أمي بيتحفظ القرآن من أنا 4 سنين ما شاء الله، يعني بداية مبكرة ما شاء الله، وحفظته بدري وبراجع والحمد لله. يعني في حد بقى يعني قال لك انك صوتك كويس فانت لازم تكون قارئ مش مجرد حافظ؟ والله يا استاذ محمد مش كل الناس، في ناس عرضوني وفي ناس ايدوني يعني، وانا بشكر كل اللي ايدوني واستمر في هذا المجال يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. انا لما سمعتك قبل الهوا لقيتك بتميل بشكل كبير جدا للمدرسه الشحاتيه. ده بالخاصه الشيخ محمود الشحات، ده استاذي ومعلمي يعني، وهو شجعني ان استمر في الطريق ده يعني. هو اكيد الشيخ محمود الشحات الانور هو يعني هو قارئ العالم الاول النهارده طبعا، وبصراحه له بصمه كبيره واثر في نفوس كتير جدا من القراء طبعا، وناس كتير جدا من القراء بيقتدوا بيه طبعا. ده استاذي وله كل الفضل علي اكيد طبعا. طيب انا متشوق بقى اسمع تلاوه كده زي اللي سمعتها قبل الهوا، ممكن تمتعنا بقى وتمتع كل جمهورك بايه؟ من سوره التحريم. ماشي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا
لك على كل شيء قدير يا ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ جمال. ما شاء الله بجد من أجمل 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 الأصوات. ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد، ربنا يعزك ويحفظك. أنت شايف بقى إن المحاكاة النهاردة أصبحت منتشرة بشكل كبير، يعني كل شوية نلاقي قارئ يحاكي القارئ فلان. في مدارس جديدة بقى، عايزين نشوف مدارس جديدة، يعني نلاقي قارئ هو مدرسة في حد ذاته. فالمحاكاة النهاردة هي شيء جميل، لكنها ما ينفعش تبقى هي السمة الغالبة على القراء. طبعًا. يعني عايزين نشوف برضو أصوات جديدة، مدارس جديدة، أسلوب جديد. أنت بتفضل المحاكاة ولا بتفضل إنك تقرأ بصوتك؟ لا، أنا في بداية الطريق باخد المحاكاة، بعدين كده أنا هنفرد بإذن الله. إن شاء الله ربنا يوفقك إن شاء الله. طيب الشيخ عاطف الشواذفي صوت برضو من الأصوات الجميلة والمتمكنة، لما سمعتك كده حسيتك بتميل شوية للشيخ محمد رفعت. بارك الله فيك أستاذ محمد. ولا أنت بتميل بقى للمدرسة القديمة كلها؟ لا، أنا إن شاء الله بميل لمدرسة القرية الشيخ سيد متولى عبد العال، لأنه بلدياتي. تمام. مركز فوز. اكيد بقى نفس المستوى نفس النهج كده. لا طبعا، هو ما عمر ما هبقى زيه طبعا، ولا يعني حاجه منه. يعني اكيد يعني امتداد لنفس يعني المدرسه. بنحاول ان شاء الله وبنجاهد يعني نبقى يعني على طريقته ان شاء الله. ان شاء الله. وايضا بميل لمدرسه الشيخ الخشت، بحب اسمعه جدا لانها مدرسه جميله وعريقه، قارئ متمكن، ويعني بارك الله لنا في عمر. اوقات يكون القارئ بيميل لحد معين، لكن خامه صوته قريبه من حد تاني. يعني انت بتحب تسمع وتتعلم مثلا من الشيخ الخشت. تمام. لكن صوتك بيميل اكتر للشيخ محمد رفعت. بارك الله فيك. طيب احنا نسمع مدرسه عريقه، ربنا يرحمه ورحمته الواسعه. اكيد طبعا، مدرسه لن تتكرر فعلا. طبعا مدرسه لن تتكرر، هناك مقلدين بس طبعا الاصل طبعا لن يتكرر. طبعا، يعني يكفي اذان المغرب لما بتسمعه بتفتكر حاجات كتير قوي. يا ده هو علامه مميزه، سعاده لما الواحد بيسمع اذان المغرب من الشيخ محمد رفعت. اكيد طبعا. طيب احنا نسمع بقى، نسمع صوتك والجمهور بقى هو اللي يقول انت تبع الشيخ الخشت ولا بتحاكي الشيخ رفعت. ان شاء الله. ماشي، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ۖ
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا مولانا. ربنا يبارك فيك. حضرتك بقى خريج ولا لسه بتدرس؟ لا انا معايا ليسانس وصول دين ان شاء الله. وصول دين جامعة الازهر فرع المنصورة. فرع المنصورة. ربنا يوفقك ان شاء الله. بارك الله فيك. قول لي بقى، حاولت بقى تدرس مقامات، تتعلم حاجة إضافية في القرآن الكريم، أو مثلا تدخل المدرسة الإنشاد الديني مثلا مع الدكتور فتحي الطاروطي، الحاجات دي كلها بتفرق مع القارئ أو المنشد، حاولت تنمي الموهبة بالحاجات ديت؟ إن شاء الله. أنا اتصلت فعلا بمعهد فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي لإعداد القراء المبتهلين، وإن شاء الله هنقدم فيه ونتعلم المقامات إن شاء الله. إن شاء الله. ولا خد بالك، هو الخامة الصوتية دايما بتحتم عليك إنك تنميها، يعني الواحد بيقول دايما بالبلدي كده خساره الصوت ده ما يتنماش اكتر من كده، لانه يستحق اكتر من كده بكتير. نعم من ربنا، الصوت الجميل ده نعمه من ربنا، ربنا عز وجل. نسال الله عز وجل ان يديمها علينا. ربنا يوفقك ان شاء الله. بارك الله فيك. ربنا يوفقك دايما وينفع بيك. القارئ جمال اليماني، انا بشكرك شكرا جزيلا بجد، من الاصوات الجميله وفي الصوت ما شاء الله، وفي المحاكاه ايضا ما شاء الله عليك. ربنا يوفقك وان شاء الله لك مستقبل كبير في عالم القران الكريم، وتبقى من افضل القراء ان شاء الله باذن الله. القارئ عاطف الشواتفي، بشكرك شكرا جزيلا، يعني اتفضل امسك المايك. بجد الاصوات الجميله كده زي ما قلت لحضرتك تحتاج تنميه اكتر، تحتاج اهتمام اكتر، لان الخامه الصوتيه تستحق الاهتمام وتستحق الوصول للجمهور. هو بس الايه الاخيره بعد اذن حضرتك كنت عايز اعيدها بس. ماشي اتفضل. في وقت حضرتك اتفضل. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل
عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا مولانا. بشكرك شكرا جزيلا. القارئ جمال يماني بشكرك شكرا جزيلا. والقارئ عاطف الشواطفي بشكرك ايضا شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك والقناة الصحة والجمال. شكرا جزيلا لحضرتك. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مرة تانية والفقرة التانية من نغم الروح. يمكن قبل الفاصل كنت بتكلم عن تنمية الموهبة. في ناس كتير جدا بيكون صوتهم كويس لكنهم ما بيهتموش بموهبة، وفي ناس تاني بيهتموا بموهبتهم وبينموها بشكل كبير جدا وبيقطعوا مشوار طويل طويل جدا في تنمية الموهبة ديت عشان يقدروا يوصلوا لجمهورهم ويقدروا يوصلوا لمستوى كويس. من القراء دول القارئ جلال عزمي. القارئ جلال عزمي له مشوار طويل جدا في القرآن الكريم وله يعني كواليس كتيرة جدا هيحكي لنا النهارده. اسمحوا لنا في البداية نرحب بالقارئ جلال عزمي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يمكن كنت بتحكي لي بقى مشوار طويل كده مع القران الكريم واجتهاد ما شاء الله. والله يعني هي كانت اراده ربنا عز وجل. يعني هو العموم كانت البدايه من القريه اللي انا مقيم فيها. يعني كان لي شيخ يعني بركه يعني الله رحمه الله عليه، يعني كان خد بيدي وانا لسه في الصف الثالث الاعدادي. فشرع علي ان انا اذهب الى القاهره، لان القاهره طبعا زي ما حضرتك عارف يعني هي طبعا محتضنه المواهب يعني. فدرست المقامات الموسيقيه برضو بمعاونه فضيله الشيخ جمعه مختار حامد، هو احد قراء اذاعه القران الكريم. وطبعا يعني يكفيني ان انا تقابلت مع هذه الشخصيه لانه شخصيه بتتصف يعني بالتواضع وبالاحترام. ففتح لي الابواب يعني، ولحد ما تقابلت مع دكتور من اكاديميه الفنون بقاعه السيد درويش بخاتم المرسلين. فدرست على يده يعني المقامات ما في غضون 3 أشهر، كان كورس مكثف يعني. مع العلم ان في غريب يدرس لمده 2 عامين، بس هو طبعا القارئ مش محتاج ان هو يدرس المقامات عملي على عود او اله، يكفي ان هو يحفظ المقامات الموسيقيه باداء صوتي. ممكن يكون عندك يعني جزء كبير اتعلمته سماعي. ما طبعا هو بيلقن القارئ سماعي لحد ما يحفظ هو بنفسه المقام. لان يعني الاحبال الصوتيه هي باعتبار اوتار كاله العود بالظبط. بتتحكم انت في المقامات الصوتيه وفي النبرات وفي الجواب وفي القرار. فالحمد لله عز وجل يعني اكرمني الله عز وجل بشخصيات عديده، نهايتهم بقى فضيله الشيخ محمد حشاد. ده بقى الشخصيه بقى يعني اللي انا بعتبرها الاب الروحي ليا، ده اللي سبب اسمه بصفته بقى ان هو شيخ عموم المقارئ المصريه. وطبعا السيد وزير الاوقاف كان اختياره هو يعني للشيخ محمد بان يشغل هذا المنصب. ثم بعد ذلك يعني بتحرك بتوجيه منه يعني بصفته نقيب القراء، وعضويه الان تابعه لعضويه نقابه القراء بالاسكندريه. في اسكندريه؟ حضرتك اصلا من اسكندريه ولا؟ انا اصلا بالمحافظه المنوفيه. المنوفيه. لكن مشوار بقى مع الشيخ محمد يعني باعتباره هو قارئ يعني هو اصطحبك معاه. يعني باعتباره قارئ المسجد ابي العباس المرسي. وطبعا دي كانت خطوه مهمه في حياتي اني شرفت يعني بسماع صوتي في هذا المسجد. يعني لما الشيخ محمد تقابلت معه من حيث ما سمع عني قدمني لاول مره بالاذان الخاص به بعد ما هو انتهى من القراءه، فوجدت اقبال كثير من الجمهور لما اتوا من الخلف يسالونك عن الذي كان يؤذن. هو لمس عندك الصوت؟ والله يعني الحمد لله. حتى لما بنجتمع معاه في النقابه نقوم باذان صلاه الظهر في مسجد النبي دانيال. يعني اول ما هو قدمك الجمهور كله التفت بقى مين اللي بيأذن او بيصد. يعني الحمد لله ربنا يعني مع ان سبحان الله يعني كما قال الشيخ مصطفى اسماعيل دائما الواحد ما بيشكرش في نفسه. او دائما اخر الناس في ان هو يشعر بانه صوته حلو. بالظبط. لكن سبحان الله يعني هو ده قبول من الله، وطبعا يعني القبول ده نعمه من الله عز وجل يعني. وتضع في القارئ عدم الغرور.
بالضبط. لان الغرور ده شيء قاتل، يعني اذا الانسان اغتر بصوته فدي اول درجه من درجات الفشل يعني للقارئ. فالحمد لله عز وجل دائما الانسان يضع في نفسه كأن اول مره يقرا الحمد لله، وبيجعل دائما الفتوح من الله عز وجل. نعم بالله. اكيد يا مولانا بقى التاريخ الكبير والمثابره الطويله ديت بتوصلنا لمستوى جيد جدا الحمد لله. يعني الانسان بيتدرب على القراءه الاذاعيه طبعا، لان هي ديت المطلوبه طبعا بالضبط. لان الاذاعه القران الكريم مسموعه على مستوى العالم. فالسميعه طبعا الخاص بذات القران سميعه من ذوق خاص. يعني القراءه في الشوادر والعزاءات هو بس مش اذاعه القران الكريم، هو برنامج نغم الروح برضو له سميعه من نوع خاص. لا والله يعني الحمد لله يعني ده انا احيي حضرتك على هذا البرنامج والله، لانه يعني في ظل العولمه اللي احنا فيها طبعا بيتوجه بتسليط الضوء على القراء بالضبط. والقران الكريم يعني بنعتبره خدمه في كتاب الله عز وجل بالضبط. وادعو الله لكم بالتوفيق ان شاء الله. حضرتك بقى مجهز لنا ايه النهارده بقى؟ هتمتع كل جمهورك النهارده بايه؟ نتوكل على الله، نقرا من سوره سبأ ان شاء الله. اتفضل امسك المايك. وطبعا الواحد التكييف يعني بيأثر دايما على الأحبار يعني، وربنا يوفق إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه به ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب يا
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا فضيلة الشيخ. حضرتك التكييف بس هو اللي بيأثر. انا مقدر التكييف بس انا لازم نصكم اهو برضه التكييف بيبقى جو مع الحنجره بتبقى طبعا دافئه عندما بيأثر على شيء من يعني الجو او مروحه او هواء طبعا بيولد عمليه جفاف في الحنجره. كان في مره احد القراء معايا فقال لي ان خميره الصوت النوم. ده اكيد. هل المعلومه دي صحيحه؟ صحيح. يعني القارئ لازم يكون نايم كويس قبل ما يقرا. هو اولا النوم بيجعل القارئ اولا مزاجه طيب للقراءه عنده حضور. يعني انا مثلا عشان اجي من المنوفيه لحد هنا طبعا يعني اعتبرني صاحي من الساعه 2 2 بالليل يعني. تمام. لان طبعا يعني علشان ان انا اجي لوحدي بالعربيه طبعا يعني مستحيله دي طبعا. فلازم يكون معاه رفيق. فربنا اكرمني طبعا بالوالد ونسيب يعني اخو المدام فهم بقى اللي بيشجعوني. يعني يمكن انا كنت لاخر لحظه متكاسل ولكن والله يعني اللي حفزني على القدوم هو يعني ان اشرف بلقائكم طبعا. احنا اسعد بك وبشخصيات جميعا في قناه الصحه والجمال. وانا يعني طبعا باجل لكل فرد قائم على هذا العمل وادعو الله ان يجعله في ميزان حسناتكم. اللهم واتمنى من الله عز وجل ان يكثر من امثالكم وان تكونوا في تقدم ان شاء الله باذن الله. اللهم امين. احنا دايما اللي بنشرف استقبال اهل القران الكريم والاصوات الجميله ايضا من المبتهلين والمنشدين. ربنا يعزك. ربنا يعني بيكون فخر كبير جدا ان احنا بندعم المواهب ديت ونوصلها للجمهور. لان النهارده حضرتك لو نظرت على كل وسائل الاعلام سواء بقى كانت الفضائيات او السوشيال ميديا هتلاقي اللي منتشر بشكل كبير وليكن المهرجانات. نعم نعم. الحاجات دي كلها متسلطه. هناك كما قلت لحضرتك ان ظل العولمه بالظبط. فان يعني واللي لمس لفت نظر لحضرتك باذن الله ما شاء الله يعني حضرتك من الشباب فده شيء يعني صحيح يعني يعتبر طفره لدين شخصيه زي سيادتك يعني ان تكون مهتمه بهذا الجانب وزي ما حضرتك قلت في ظل المهرجانات وال بالظبط. ويعني انا مش عايز يعني اوصل احنا مش عايزين نتطرق. نعم مش عايزين نتطرق لحضرتك. هو لو المنشدين والقراء والمواهب اللي بجد خدت حقها المواهب التانية دي مش او الناس التانية دي مش هتطفو على سطح يعني كلام حضرتك في محله طبعا. والله فيك يعني شخصيات كثيره وشباب كثير لديهم اصوات بسم الله ما شاء الله. يعني انت لو وصلت الاصوات الجميله دي للشباب اللي ماشي في الشارع هيتبعها وهيقتدي بيها بخلاف لما انت توصل له حاجه تانية. لا طبعا ده يعني اللي حضرتك بتتكلم فيه طبعا شيء جميل ولكن انا يعني بتطرق ان هذا المجال يحتاج خدمه كبيرة. لان من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن ارادهما معا فعليه بالقران ولا اجد يعني رساله في الدنيا افضل من القران الكريم. أكيد. فهو يعتبر كتالوج الحياه اللي ربنا عز وجل وجده لنا ونحمد الله. يعني واحنا في حرب عولمه كبيره فربنا عز وجل يعني يحفظنا منها ويخرج مصر ان شاء الله على خير منها باذن الله تعالى. اخيرا بقى قول لي مين اكثر قارئ من قراء الرعيل الاول بتميل للسماع ليه؟ بسم الله ما شاء الله يعني فضيله الشيخ محمد رفعت. هو صعب الاختيار يعني لان كلهم لا والله هو الواحد طالما اي قارئ تربت اذنه على اذاعه القران الكريم فاكيد اكيد لا يختلف على الشيخ محمد رفعت. يعني اعتبر الشيخ محمد رفعت يعني فات على وفاته زمن طويل وبسم الله ما شاء الله ما زال الى الان يعني حتى بجد على شبكات التواصل الاجتماعي
كل القراء بدأوا يتجهوا إلى تقليد الشيخ محمد رفعت. فهذا القارئ يعني أنا صراحة يعني بعتبره شخصية عظيمة يعني، وبعتبره جند من الأجناد إن هو ربنا اختاره بسم الله ما شاء الله على مر الزمان مدرسة متنقلة. يحسب لقدر القراء الرأي الأول إن هم ما كانوش بيقلدوا حد، كل واحد فيهم كان مدرسة مستقلة. دي الميزة بقى يعني فضيلة الشيخ أبو العين الشاشة رحمة الله عليه سألوه يعني عن سبب عدم وجود قراء بنفس المستوى. أولا هو كان حكيم جدا يعني، هو أول شيء ذكره قال أولا تلوث البيئة أثر طبعا على الأصوات. لذلك تجد الشيخ عبد الباسط بسم الله ما شاء الله صوته مش مليان، ويعتبر رفيع وحاد قوي يعني، نادرا لما تلاقي واحد صوته رفيع وبهذه القوة. فهناك أصوات نقية، وطبعا ما كانش دخل في الأكل والمأكل والمشرب التلوثات هو الوقت اختلف والظروف اختلف. فطبعا احنا في زمن يعني الحمد لله يعني المستوى المعيشي أفضل طبعا من على أيامهم. والله مولانا أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو اللي عايز يكون هيكون يعني، اللي طبعًا عايز يهتم طبعًا وعايز يدعم وهاته بشكل بس كبير. بس والله يعني من خلال هذه القناة أنا يعني بجد بجد الإذاعة لما زالت بخير، أولا على قيد الحياة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نعينا، فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي ربنا أكرمنا به، وطبعا من الشخصات اللي الشيخ أبو العين الشاشع يعني تفاءل بها وأبشره بالخير قبل وفاته، وطبعا الدكتور عبد الفتاح الطروطي ده أنا يعني صراحة مش لو تقابلت معه لا قمت بتقبيله وتقبيل عمامته صراحة تقديرا له يعني ويده يعني. بص كل وقت بكل قراء برضه يعني مميزين، لكن قراء الرأي الأول دول يظلوا مدرسة كبيرة جدا. طبعا طبعا, طبعًا. ما يعني هم دول بيعتبروا يعني تواصل لهم. بالضبط. شيخ غلال أنا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يعزك ربنا يديك الصحة. الجميلة دي عدت بسرعة جدا. لا أرحد أنا في غاية الشكر والله أني تقابلت مع شخصيتك السامحة ومع السادة المصورين والسادة فريق الإعداد برا. احنا أسعد بحضرتك وإن شاء الله يعني ربنا يبارك نلقاك إن شاء الله قريبا على إن شاء الله بمشيئة الله. لست أقل من أي حد في ذات القرآن. ربنا يديك الصحة ربنا يبارك لك. دعوات حضرتك ربنا يعزك. بالتوفيق إن شاء الله. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، والفقره الاخيره من نغم الروح. طبعا اطفالنا هم اهم حاجه في حياتنا، دايما خايفين عليهم، دايما بنهتم بيهم، هناكلهم ايه، هنشربهم ايه، مستقبلهم هيكون ازاي، بنكون خايفين عليهم جدا ومهتمين بيهم جدا. بس المهم الوعي، اهم حاجه في الموضوع الوعي. ناس كتير جدا بتهتم باولادها وتوفر لها كل حاجه، لكن ما بيكونش عندها الوعي الكافي ان هو يوجه ابنه للمنهج الصحيح. وللاسف زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل ان كتير من الشباب النهارده او كتير من الاطفال بيهوي لوسائل الاعلام وبياخد منها المنهج غير الصحيح. لكن الفتره الاخيره كان في دور تحفيظ القران الكريم كانت بتهتم بالشباب دول او بالاطفال دول وبتوجههم المنهج الصحيح، وكانت ليها بصمه كبيره جدا معاهم. دار ترجمان القران الكريم لتحفيظ القران الكريم كان لها دور كبير جدا مع الشباب في مركز العياض بمحافظه الجيزه. يعني تحفيظ قران كريم، ورد اذكار مثلا، حفظ احاديث كتاب الله سبحانه وتعالى، عفوا حفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ده كان له دور كبير جدا وخلى الشباب نموذج طيب جدا يحتذى به في وسط شبابنا النهارده. معانا في البدايه الطالب سعد عبد الله. اولا احب اشكرك على حسن الاستضافه في قناه الصحه والجمال برنامج نغم الروح. ثانيا انا اسمي سعد عبد الله من قريه برناش مركز العياط محافظه الجيزه صف الثالث الاعدادي من دار ترجمان القران. احب اعرفك يعني من الاول معايا. طيب اتفضل بس اديهم المايك. ماشي اتفضل اديهم المايك. بسم الله والحمد لله والصلاه على رسول الله. انا اختكم في الله ملك محمود. اهلا بك يا ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي فاطمه رضا عبسي. اهلا بك يا فاطمه.
القارئة الحافظة فاطمة رضا حفظت القرآن الكريم في 4 شهور، ده إنجاز كبير جدا. قولي لي بقى، إزاي حفظت القرآن الكريم في 4 شهور؟ أنا بدأت أول خالص 5 قرب المايك شوية. أنا بدأت حفظ القرآن كان 5-5، خلصت 25-8 بفضل الله. أنا كنت بحفظ في اليوم حوالي ممكن 10 صفح، ممكن 15، يعني على حسب قدراتي وعلى حسب الصورة. أنا كنت بحفظ، يعني كان برضو في تشجيع، كان الشيخ بيشجعني برضو اللي أنا أحفظ وكده، وبرضو والدي ووالدتي كانوا برضو بيشجعوني، وأنا كنت بحب الحفظ وكنت بحب أحفظ كتير. بس يا فاطمة 10 صفحات في اليوم يعني قد يكون كم كبير شوية على أي حد. بس أنا كنت عايزة أختم، كان حلم حياتي اللي أنا كنت عايزة أختم بصراحة. فأنا لما رحت الدار الشيخ شجعني كتير، فأنا حبيت اللي أنا أحفظ كتير عادي. مين الشيخ اللي حفظك بقى في الدار واهتم بيكي من البداية؟ الشيخ محمد فرحات. الشيخ محمد فرحات هو اكتر حد دعمك وشجعك لحفظ القرآن الكريم. طيب، الحافظة ملك محمود حفظ القرآن الكريم في 1.5 عام، وايضا هي حاصلة على المركز الاول في الشهادة الابتدائية على محافظة الجيزة. قولي لي بقى، انت بصراحة كده نموذج جميل، بس عايز اعرف بقى ازاي بتوفقي بين الدراسة وبين حفظ القرآن الكريم؟ يعني ما شاء الله هنا حفظت القرآن الكريم في 1.5 سنة وحصلتي على المركز الاول على محافظه الجيزه في الشهاده الابتدائيه، ازاي بقى بتوافقي بين الاثنين؟ انا بوافق بين الاثنين، بقسم وقتي، بعمل وقت للدراسه ووقت لحفظ القران الكريم. انا كنت في الفتره الصباحيه طبعا بكون في المدرسه، وطبعا في الفتره الظهريه ما بيكونش فيه اي دروس او اي، يعني بكون وقت فراغي. فببدا ان انا احفظ، كنت ممكن يعني انا ما كنتش بحفظ كتير ولا حاجه، بس عشان كده قعدت وقت طويل عن زمايلي اللي هم ختموا في اوقات قصيره. انا كنت بحفظ 5 صفح او 6 صفح، وخلصت القران الكريم بفضل الله على 1.5 سنة. والشيخ دايما كان بيدعمني، وبرده كان في دعم من الوالد والوالده، واشكر الشيخ محمد فرحات واشكر والدي ووالدتي على الدعم اللي هم دعموا لي ان انا احفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، انت كنت بتقسمي يومك ازاي بقى؟ مثلا النهارده الصبح عندك مدرسه، مثلا بعد كده عندك درس، كنت بتجيبي وقت لحفظ القران الكريم كان بيكون امتى على مدار اليوم؟ يعني انا ممكن كنت اخلص مذاكره يعني مثلا على الساعه 9 مساء، كنت ابدا احفظ الورد بتاعي واكمل اذكاري واخلص يوم يعني. طيب، لو نسمع بقى ايات من القارئه فاطمه رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا فاطمة.
ما شاء الله عليك. انت كام سنه بقى؟ عندي 11 سنه. 11 سنه. بدات حفظ القران وانت كنت كام سنه؟ كنت في سنه كام في الدراسه؟ انا كنت بدات بعد الامتحانات. بعد يعني انا خلصت امتحانات ورحت بادئه من الاسبوع اللي بعديه. كنت في سنه كام بعد امتحانات؟ سنه كام؟ انا داخله سته يعني. يعني انت لسه حافظه القران قريب خالص يعني في الفتره دي. انا حافظاه خمسه، بدات 5/5 خلصت 25/8. ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب ملك محمود، حفظت القران في سنه ونص بس، صوتك جميل ما شاء الله. طيب هتقراي لنا ايه بقى؟ انا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، سوف اتلو عليكم ما تيسر من سوره النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك. تحب بقى تقولي ايه للشيخ محمد فرحات اللي ساعدكم في البداية عشان توصلوا للمستوى ده؟ انا احب اشكرك جدا يا سيدنا، واحب يعني احب اقدم لك كل الفضل، وبرضو فضل ربنا عشان يعني انا ما كنتش اقدر اختم بفضل ربنا. واحب اشكره جدا 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 على كل الدعم اللي هو دعمه لنا، وكل الشكر وكل التقدير. طيب الطالب سعد عبد الله، ما شاء الله عليك، خطيب مفوه. شكرا لحضرتك والله على حسن الاستضافة. دار ترجمان القرآن طبعا، مشرف العام للشيخ محمد فرحات. حب اقول لك يعني ان دار ترجمان القرآن ما بيقتصرش على حفظ القرآن فقط، بل بيضم مشاق اخرى من القرآن الكريم مثل الفقه والحديث وتفسير القرآن الكريم والآداب الإسلامية. كل نهاية اسبوع في يوم الخميس الشيخ محمد فرحات بيجتمع بنا كطلاب في الدار، وبيعقد لنا جلسة تسمى الأدب الإسلامية، لا تقتصر فقط على تعليم الوضوء والصلاة للأطفال، بل تعرفنا بالله سبحانه وتعالى وكيف خلق السماوات وكيف خلق الأرض والأنبياء وقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقنا. يعني ممكن نقول إن دار ترجمان القرآن مش بس للتحفيظ، هي مدرسة إسلامية. أجل. أنا بشكركم شكرا جزيلا، أسعدتونا وأمتعتونا ونورتونا، وإن شاء الله لكم مستقبل مشرق إن شاء الله. شكرا لك جزيلا. طبعا بشكر دار ترجمان القرآن لتحفيظ القرآن الكريم، وبشكر الشيخ محمد فرحات على دعمه للمواهب الجميلة ديت، وعلى تربية الشباب الصغيرين دول على المنهج الإسلامي الصحيح. وبشكر حضراتكم وكل متابعينا لحسن وطيب المتابعة. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أرق تحياتي، محمد عبد السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.